السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نشرح لكم فعالية مهمة طرات الخاصة اللي تأتي ضمن تعاون ببجي موبايل مع المسلسل مسامير. بس قبل ما نبدأ المقطع، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم، اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، بنتوجه للأحداث وحنلقوا فعالية مهمة طراد الخاصة مثل ما ظهر أمامكم الآن. الحدث جدا بسيط وسهل، واللي مثل ما ظهر أمامكم الآن عندنا عجلة حظ بداخلها مجموعة سكنات وأيضا حزمة صوت شخصية طراد زائد نقاط الاسترداد الخاصة بالفعالية، واللي يمكننا من خلال نقاط الاسترداد شراء السكنات أيضا من متجر الحدث. ومن أبرز وأهم هذه السكنات هي سكن غطاء الرأس وأيضا سكن حقيبة الظهر. سعر الفتحة الواحدة في هذه العجلة هي 10 شدات، سعر العشر فتحات 270 شدة. ولكن في الفعالية عندنا مهمتين تتكرر بالشكل اليومي، واللي هي تسجيل الدخول بالشكل اليومي ومشاركة الحدث. بكل مهمة يتم تنفيذها بنحصل على فتحة واحدة مجانية، وبصراحة ننصح انكم انتم تنفذوا هذه المهام البسيطة. من يدري ممكن يكون حظك حلو وتحصل السكنات اللي في العجلة بالفتحات المجانية. وايضا تمت اضافة في متجر الخصم الخاص ببجي موبايل شعبية مسامير، واللي تأتي تحت مسمى تابع التقدم، واللي تعطينا مجموع 200 نقطة شعبية وتأتي بسعر 10 شدات. وفي النهاية نحب ننوه انه صفحة ببجي موبايل مينا على الانستغرام وايضا على تويتر عاملة سحب على 100 رويال باس بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل ما عليك هو انك تكتب تعليق في المنشور اللي ظهر امامكم الان على الشاشة في صفحات ببجي موبايل مينا على تويتر او على الانستغرام، وايضا مع التعليق تكتب الاي دي الخاص بك. ونحب نذكركم انه الرويال باس الشهر العاشر بينتهي في تاريخ 18/5، وايضا التقييم بيتصفر في نفس التاريخ، يعني بمجرد نزول الشهر 11 من رويال باس يكون التقييم تصفر تماما وبيبدا التقييم الجديد واللي هو من ضمن S6. وفي النهاية اكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، شنو رايكم في فعالية مهمة طراد الخاصة؟ ورايكم بالسكنات اللي جت على الفعالية، هل هي جيدة أو لا؟ ولماذا؟ أرجو من الله أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. في حال عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.